أنا على التليفون أستاذ محمد، أهلا بيك يا فندم، اتفضل. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. مساء النور. أنا كنت عايز أسأل حضرتك الاستشار بالنسبة للزيادة القانونية في شركات القطاع الخاص، زيادة المرتب. زيادة المرتب في الشركات الخاصة؟ ألو أستاذ محمد؟ حاضر، يعني إحنا اللي فهمناه من سؤاله انه بيتكلم على زيادة المرتب. طبعا في حاجة لازم، طبعا في زيادة مرتب اللي هي بنقول ايه، المرتب بيزيد بحد ادنى اقل حاجة 7% كل شهر، كل سنة من الاجر الاساسي، دي اللي بنقول عليها العلاوة او الزيادة اللي يزودها. لكن زي ما احنا اتفقنا الحلقة اللي فاتت قلنا ايه، ان علاقة العامل برب العمل او قانون العمل نفسه قانون بيحمي العامل، ده قانون خصص لحماية العامل. يعني لو اتفقنا في عقد العمل ان الزيادة السنوية تبقى 10% 20% ضعف المرتب، خلاص طالما مش هننزل عن 7%. فاذا لكن لو لكن لو ما اتفقناش خلاص، يبقى انت الحد الادنى 7% اللي اقدر اتكلم فيها، تمام.